تحية لكم أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا على قناة الإعلامي الهواة بدوز في حلقة جديدة من برنامج لقاءات وضيف جديد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على واقع حقوق الإنسان في ولاية قبلي ودور المجتمع المدني في تحقيقه وتجديده، ونتساءل ما مدى احترام مبادئ حقوق الإنسان في هذه الجهة، جهة قبلي؟ ما هي نوعية قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بجهة نفزاوة؟ من هي الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان؟ ومن هي في المقابل الهياكل والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان في هذه الربوع؟ ثم ماذا عن الجهود المبذولة لتكريس هذا المبدأ ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بولاية قبلي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضفنا لكم اليوم الوجه النقابي والحقوقي السيد الطاهر الطاهري، رئيس فرع قبلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس جمعية حماية واحات جمنة التي ساهمت في إرساء اقتصاد تضامني واجتماعي. سيد طاهر، مرحبا بك. وبيك سيدي، بارك الله فيك. شكرا لجمعية الإعلاميين الهواة بدوز، مرحبا بكم في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي، وإن شاء الله نعدوا مع بعضنا وقيت باهي ونجاوبكم بكل رحابة صدر على أسئلتكم. بارك الله فيك سيد طاهر. حقيقة أنا حتى حبيت نشكرك على تلبية دعوة برنامج لقاءات. وجبنا، وعلاقتنا راه بجمعية حماية واحات جمنة وآم دوز قديمة نسبيا شوي، رانا معناها تقريبا منذ 6 سنوات التالي كنا على اتصال ودعمناكم كجمعية. ممتاز. وهذا راه مش منان، معناها فقط حبيت نذكركم اللي علاقتنا قديمة وكاو معناها. يعطيك الصحة، حتى أنا استجابة لتطلعات وطموحات جمهورنا الواسع ومشاهدينا، حبينا نسلط الضوء على هالمسائل العالقة هذه فيما يخص حقوق الإنسان في جهة قبلي وجمعية حماية واحات. مرحبا بكم. تعرف سيد طاهر، احنا عندنا سؤال تقليدي في البرنامج ديما نبدأ به، الجيل الجديد ربما لم يعرفش الطاهر الطاهري، من هو الطاهر الطاهري؟ الولادة والطفولة والنشأة. محمد الطاهر الطاهري، ولا الاسم الثلاثي معناها معروف في جمنا باسم الطاهر الأخضر، باباي محمد الأخضر، مولود في 4 سبتمبر 1953 في جمنة. دراستي الابتدائية كانت في الأول مشيت حتى للكتاب على أساس أن بابايا في حد ذاته معناه، وجدي كان مشايخ علم معناه وكانوا حاملة قرآن، الوالد الله يرحمه معناه كان يحمل 60. مشيت للكتاب، قريت في الكتاب، ثم قريت في المدرسة الابتدائية لين تحصلت على السيزيام. من بعد مشيت لليسي قبلي، قريت المرحلة الأساسية الابتدائية الأساسية وقتها الأولى والثانية والثالثة، ما كانش 7 و8 و9، قريتهم هنا في كوليج قبلي. وقتاش التاريخ؟ عام خذيت السيزيام عام 66، معناها في 66. تفكرش المعلمين؟ المعلمين أساسا نتفكر طبعا مجموعة منهم، من على الأقل أولاد الجهة اللي لا يمكن أن الواحد ينساهم، معناها من دوز سي بلقاسم بن راشد الله يرحمه، من جمنا سي احمد بن صالح، سي عبد الحميد القلالي طبعا الله يرحمهم الكل، سي بلقاسم القلالي، محمد بسنوسي، برشا معلمين لازم اذكرهم. الوالد هي المرحله معروفه جمنا باهل العلم واهل الكتاب واهل القران، شجعك على الدراسه؟ لقيتش معارضه على الدراسه؟ لا اطلاقا، لا ما فماش معارضه، بالعكس الناس كانت في حاجه للعلم. ما تنساش جيل أواخر الخمسينات أو الستينات، معنا الناس الكل كانت مقبلة على العلم معنا. مرحلة الثانوي؟ مرحلة الثانوي عديت هنا في قبلي، في المرحلة الأولى من 3 سنين هنا في قبلي كنت بيات، وثم انتقلت إلى جابس للدراسة في المرحلة الثانوية. وفي جاب عام 66-67 قلت لك هنا في المرحلة الأولى، 67-68-69، ثم أكتوبر 69 التقلت حقلت بجابس وقريت للباك في جابس، خذيتها عام في جوان 73 البكالوريا. شنو بكرة الأداب؟ أداب. أداب نعم. تعليم العريق من الاساتذه، كنت تحب تزيد نتذكر لك طبعا بعض الاساتذه كنا وقت يقروا فينا اساسا الفرنسويين، معنا سواء في المرحله هنا ولا في من العرب على الاقل. لا يمكن الانسان ان ينسى سي عمر بن جمعه الله يرحمه، الاستاذ عمر بن جمعه درست عنده ودرست معاه من بعد. مش ممكن باش ننسوا زاد على الاقل اولاد بلادي، سي صغير عميره الله يرحمه، سي الهادي بالعابد في الرياضه، سي الحسين صغير في الرياضه من هنا من الجديده، هذه تقريبا سي محمود عبد الرحيم من دوز الله يرحمه. تقريبا شكون قرات فرنسيه؟ الفرنسيه قروني فرانسيس، قروني مسيو رامان، مسيو غابان، هذا ما اللي اساسا نتذكرها معنا في المرحله الاولى.
عمر بن جمعة قراني عمر بن جمعة في العربية عمر بن مسعود قرقش عمر بن منصور بن مسعود جملة عمر بن مسعود لا معناها ما قرانيش ما يخدم وأني ما زلت تلميذ باهي اخترت التوجه الفرنسية لا مشيت للأداب مشيت من الأداب مشيت عملت عامين في كلية الحقوق وقتها كانوا لي كوبيرون المتعاقدين الفرنسيين اللي كانوا هنا في تونس كانوا يقروا أساسا في الرياضيات وفي الفرنسية الدولة التونسية اختارت أنها تنهي التعاقد متاعها كالفرنسيين هم يجوا يعدوا في عامهم سيرفيس ميليتير متاعهم يجوا يعدوا فيها هنا ويقروا فينا وقت الدولة التونسية حبت أنها تونس الإطار جونا وخرجنا من الجامعة مشينا عملنا فورماسيون اكسيليري عام كامل في حضرنا دروس مع سادة شيفروني معنا قدم في المهنة وعملنا فورماسيون في المدرسة في مدرسة ترشيح المعلمين مدرسة العليا لترشيح المعلمين وثم دخلنا لسوق العمل الفرنسية هل كان اختيار أم ضرورة؟ والله كان اختيار ما نقولش اختيار ما كنت نحب نخدم معنا شفنا الجامعة التونسية وشفنا النجاح كانت نسب ضئيلة جدا وكيف لقينا الفرصة هذه يعني وغيري معنا برشا خرجنا من صيلمنا في الدراسة وجينا خدمنا معنا ما وقتاش الإجازة؟ لا خرجت قلت لك ما كملتش التعليم العالي اختريت من بعد في المعهد العالي للتكوين والتربية للتكوين المستمر في باردو وتحصلنا على الشهادة معنا ارتقاء مهني ارتقاء مهني نعم دخلت غمار المهنة التعيين نعم أول تعيين كيفاش كان؟ أول تعيين كان باختياري في المدرسة الثانوية الإعدادية بدوز. معناها طالبها هني وخدمت غادي 4 سنين من سبتمبر 1977 إلى جوان 81 ال4 سنين الأولى عاصرت وعشرت قمم تربوية في الجهة معناها كي نذكر على الأقل سي عبد الله بن القاسم الله يرحم القيم العام اللي كان موجود غادي سي عمر عبد النور كان أستاذ متاع تربية مدنية يبدو لي سي أحمد عمارة وغيرهم برشا من أول المزال وأحياء سي عبد الله بالحبيب سي عبد الله العذري اكسترا المرحوم عمر بن جمعة قلت لك اللي درسني ودرست معاه معنا قمم تربوية فعلا حتى من جيلي وقتها من على الأقل الأقرب ليا في العمر سي البشير بن عبد الرحيم اللي هاجر منذ سنوات إلى قطر إلى الآن مازال موجود غادي معناها ناس فعلا تلمذنا عليها من وقتها مازلت شاب وتلمذت على كفاءات عالية وهذوما اللي غرسوا فينا كحب الآخر واحترام الآخر زاد برشا حويجات في المهنة تعلمناهم من هالكفاءات العالية هذه معناها بعد دوز جيت لقبلي هني 4 سنين في دوز و4 سنين خدمتهم في قبلي في الكوليج لا في الكوليج ثم دخلت جمنة وقعدت في جمنة لن تقعدت معناها 28 عام خدمت 4 سنين في دوز 4 سنين في قبلي و28 عام في بلادي في جمنة معناها هذه حياتي المهنية بعجالة في جمنة الإدارة خدمت مع عمر مسعود خدمت مع الإدارة الكل معناها مع عمر مسعود ومع من بعد جانا العديد من الزملاء المديرين معناها المختار عميرة سي عبد الناصر بن سالم تقريبا سي علي عبد السلام من شعر شكون اخرين معناها تقاعد وقتاش؟ تقاعد 2013 خرجت في 2013 نعم باهي جودة وسطها النشاط في صفوف الطلبة اكيد كان عندكم نشاط والنشاط زاد كي تروحوا في الصيف اي كان عندكم نشاط في الجهة شنو هي النشطة؟ الأنشطة أساسا مثلا هني على الأقل في جمنة اللي عملناه أننا أعدنا إحياء جمعية النشأ الثقافي الجمني جمعية النشأ الثقافي الجمني هذه كانت موجودة من الخمسينات وكانت عندها كتب وكانت عندها أنشطة ثقافية وتربوية وما إلى ذلك أعدنا حلينا مكتبة للتلامذة في البلاد في جمنة حليناها في نادي الشعبة وقتها ما عندناش دي لوكو أخرين معناها وجهزنا المكتبة بالعديد من الكتب اللي جبناهم من جمعية النشأ الثقافي اللي كانت موجودة في تونس أساسا في حمام ننفع عند مجموعة من الجمنيين وأضفنا لها كتب متاعتنا إحنا وحلينا التلامذة الصغار على الأقل والشباب يقروا علاش العلم كان هو الأساس معناها في الفترة هذيك والنشاط في وسط الطلابي في الوسط الطلابي أنا قلت لك بقيت كان عامين بركة ما بقيتش ياسر ولكن هذا لا ينفي أننا على الأقل في الحي الجامعي اللي كنت ساكن فيه في حي الزهور كنا طبعاً الاتحاد العام لطلبة تونس وكان كيف يولي ثم حراك نشاركوا فيه
ضربات، مقاطعة للحافلة، من مش عارف هذاك الكل عشناه، وعشنا أساسا حركة فيفري 72 في جيبس كتلميذ وقتها معنا، وهي ديجا اللي خلتنا من بعد نوع أكثر بالمشاكل اللي عايشها التلميذ والطالب التونسي معنا من بعد، وهذاك علاش الواحد انضم من بعد. تكسب الحركة هذه حركة فيفري هي طالب بتعليم ديمقراطي بجامعة شعبية وما إلى ذلك، اللي هي كانت شعارات مرفوعة من قبل الحركة الطلابية في الفترة هذه. وقعت مظاهرات في جيبس، مظاهرات وتبعنا البوليس وفينا من أطرد من الليسي وما إلى ذلك. نحب نستغل الفرصة، وانت عشت في دوز والسبعينات والثمانينات وبداية الثمانينات، آرائك وربما شهادتك على بعض الأحداث شهدتها الجهة، وخاصة أحداث الخبز ديسمبر 83، وين كنت أنت؟ كيفاش عشتها؟ أني عشت هني في قبلي، أني وقتها بعد ما نقلت من دوز، على فكرة معنا الناشطين ضمن حراك أحداث الخبز، الواحد ما ينساش اللي توقفوا على الأقل وقتها من أحمد بن مسعود، سي عمك مصباح، مصطفى مصباح، بالقاسم بن رحومة، العربي بن حمادي، وغيرهم اللي توقفوا، البحري من جمنا، كنا موجودين هنا في قبلي ونتنسم في اخبارهم طبعا وفي الايقاف، على اساس ان عندنا احنا وقت نقعد في القهوه اللي بحذا المنطقه، وكانت عندنا علاقات نسبيا على الاقل اللي الامنيين تعين الجهه، الواحد ينجم يستقي منهم بعض الاخبار، وكنا طبعا نحاولوا مع ان نوصلوا لهم على الاقل حتى الغذاء ولا حاجه من شكل هدايا. الحراك يعني عشته في 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 قبلي كما قلت لك، وكنت فاقد بطاقة تعريفي، ما نجمتش حتى نتحرك، ما نجمتش نروح من قبلي الجمنة بس نشوف حتى شاقع في الدار. ديجا جاني بابايا وامي جاو يطلوا عليا هنا، وكيف ما نجمتش نروح معناها، خاصة انهم سمعوا بصحابي العربي بن حمادي ونجيب الهاني واحمد بن مسعود وكسترا توقفوا، والحمد لله اني ما توقفتش على اساس اني قلت لك التزمت حجر اخر وقتها، معناها ما نجمش نخرج، معناها ما عنديش حتى التقت. تحركات شعبية تلقائية، ما كانش وراها احزاب، ما كانش وراها، لا اعتقد، وديجا حتى الاحزاب، اني حتى مش عارف تتذكر اني قدمت مداخله على احداث الخبز في دوز، واعطيت حتى موقف بعض الاحزاب، كان تحرك تلقائي شعبي شبابي وقتها، كما قلت لك احمد بن مسعود وغيرهم معنا من دوز، ما ثماش احزاب، هم اكيد كلهم عندهم ايديولوجياتهم، وقت سي بالقاسم مصباح، سي بالقاسم برحومه كانوا في الام دي اس، في بدايه الام دي اس، احمد بن مسعود كان وطد وكان مازال خارج من الجامعه، عبد الله بن حامد الله يرحمه كيف اكسترا، هذوما اللي كانوا يقودوا في الحراك معنا. ولكن كيف اذا كان باش تجبد لي على بقيه الاحزاب، اني تو ما نستحضرش النصوص، على الاقل امرها موجوده في جريده الموقف ولا في مجله الموقف، الاحزاب ومواقفها من حتى حراك احداث الخبز اغلبها كانت تدين ما تعتبره احداث فوضويه من قبل الجماهير الشعبيه من ظفرين. والجهه قدمت شهداء، قدمت شهداء في دوز، ثم زوز اولاد بالقاسم العايب، يبدو لي بالقاسم العايب وبالشادلي ترسكون بالشادلي، وثم واحد في سوق لحد شامخ لقبها الشامخ، هذا ما اللي قدمتهم الجهة، ثم اللي تضربوا برصاص أم علي الأسود المرزوقي شاعر الله يرحمه الأول والتالي، نجيب البكري في سوق لحد تضربوا برصاص في أحداث الخبز. وللأسف بالله لو سمحت، أحداث الخبز التاريخ لأحداث الخبز راهو غلط في تونس، ينسبوا فيها إلى جان في 1984، في حين الأحداث انطلقت في 29 ديسمبر في دوز نهار خميس في 83، معناها ما حقهمش يغبطوا حق الجهة على الأقل وحق دوز في المسار هذا. بلغت العاصمة كان 24. سي طاهر، نمشوا للنشاط النقابي، وقتاش بديت النشاط النقابي، وشنو هي أهم الأنشطة والنضالات اللي خضتوها في ذلك الوقت؟ النشاط النقابي انطلق من دوز، كما قلت لك اني راني مرزوقي الهوام بكري معناها، وعلى فكره راني معناها الى الان نعتقد ان علاقاتي مع دوز لا تزال والحمد لله جيده جدا، على مستوى اصدقائي على الاقل من تلامذتي اللي نشطوا حتى في ميدانهم في الميدان التربوي واللي نشطوا في المجتمع المدني، كي نذكر مثلا رقيه بن منصور رئيس جمعيه نساء من اجل التنميه والمساواه، تلميذتي رقيه، كي نذكر
توفيق عبد الرحمن في الفرع الجامعي للصحة، تلميذي توفيق. كي نذكر الهادي عبد الحفيظ اللي عضو النقابة الجهوية في جابس نتاع التعليم الثانوي، تلميذي يعني الهادي، وبالتالي نرى امتداد. كي نذكر سكينة بالحاج علي هي دخلت حتى اليوم للنقابة، معناها هذيك زادت تلميذتي. ويشرفني جدا أنهم هذوما أصبحوا زملائي وأصبحوا بالنسبة لي يعني نقول سابقا من علمني حرفا. يقول الشريف بن محمد، وعلى فكره حتى الشريف راه تلميذي معناه المتفقد نتاع العربيه، يقول من علمني حرفا صرت له امتدادا مش عبدا. اني هذا والحمد لله صار امتدادا لي، وهذاك علاش قلت لك معناها في العمل التربوي حتى قبل ما ندخل العمل النقابي ونشتت زاد راني كنت في فتره ما رئيس لجنه الاصلاح البكالوريا، رئيس لجنه الاصلاح التاسعه، نشطنا مع مجموعه من الزملاء في فرق تحليل الممارسه المهنيه، كنت فورماتور في الكفاءات الاساسيه، والحمد لله تركت انطباعات جيده في الحقل المهني على الاقل في النقابي. انطلق مندوز عام 81، دعني اقول في احداث الخبز، في قبل احداث الخبز في الخميس الاسود، يعني راني دخلت للتعليم عام 77 سبتمبر 77، جام في 26 جام في جات احداث الخميس الاسود. للاسف في دوز حاولنا باش نتحركوا ما عملناش حتى اضراب، ما دخلناش في الاضراب العام. اتذكر جيدا هناك من قال قوله سواح لي يتعرف في بعضهم مش ندخلنا فيهم معنا وفشلنا، ويمكن هذيك بقت لي نقطه سوداء في حياتي اني ما شاركتش في اضراب نتاع 26 جام في الخميس الاسود. لكن من بعد شديت اول مسؤوليه نقابيه مندوب على معهد دوز في الأساد، كنت أنا أول مندوب، انتخبت مندوبا للمعهد دوز. وكنا طبعا ما عندناش اتحاد محلي وما عندناش اتحاد جهوي، كنا نمشي لجابس في أي اجتماع نقابي لازم نمشي نحضر في جابس في الاجتماع ونجي وقتها. أولا فتح الأفاق العلمية، نتذكر جدا فتح الأفاق العلمية، توحيد ساعات العمل، وتنظيرنا بحاملين نفس الشهادة العلمية. التنظير وهو ديجا النضالات هذه من أجل مطالب هذه ثلاثة، خذنا عام 81 سنة دراسية 81-82، خذنا 11 يوم أضربات، نهار 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 ومن بعد نهار آخر ومن بعد ثلاثة أضربات بثلاثة أيام، من 11 يوم. وتوجت نضالات القطاع التعليم الثانوي في الفترة هذيك باتفاقية 11-82 اللي نعتبرها، يعني قلت لك خدمت من عام 77 لأن خرجت في 2013، نعتبر أهم اتفاق تحصل عليه القطاع هو اتفاقية 11-82 اللي وحدت ساعات العمل، الناس كل بدأت تخدم 18 ساعة، قبل المعلم يخدم حاجة، أستاذ المرحلة اللي يخدم حاجة اكسترا، اللي حلت فتحة الأفاق المعرفية والمهنية الزملاء الأساتذة، ونظرونا بحاملين نفس الشيء. ما يخفكش مثلا القاضي كان يخدم يقرأ 4 سنين في الجامعة والأستاذ 4 سنين، تلقى القاضي ياخذ في أجر معين والأستاذ ياخذ أجره متدني على الأخر، زادونا فلوس مع محاولات السلطة لعرقلة العمل النقابي. الوقت هذاك مثلا نتذكر في احداث صبرا وشتيلة، يعني وقت على فكره النقابه وقت جينا لقبلي تاسست في 28 جان في 1982 اول نقابه للتعليم الثانوي، وكنت انا الكاتب العام تاعها. هني لابد ان استحضر زاد الناس اللي كانوا معنا، على الاقل في الهيكل كان معنا واحد اسمه توفيق الشعيري من جابس، ثامر ادريس اللي شد من بعد عضو في المجلس التاسيسي من صفاقس، ومعنا الله يرحم عبد العاطي صغير من دوس، ابراهيم الشادي من دوس، نجيب الهاني من قبلي اني، وبالقاسم الاخضر من سوق لحد. هذوما السبعه اللي شكلنا اول نقابه في قبلي للتعليم الثانوي. كنت اني قلت لك الكاتب العام. نتذكر مثلا في احداث مجلس الصبره وشتيله، الاساتذه قرروا باش يخرجوا في ببلايز في مسيره نصف النهار نكملوا، قلنا نعملوا مسيره هنا في قبلي، وخرجنا ببلايزنا. قدام ما تنطلق المسيره خرجوني من الكلاس وهزوني للمنطقه بتاعت الامن وقتها الفالح، الهادي الفالح مش عارف حي ميت اكسترا، وهزوني للمعتمد وحبوا يضغطوا علينا باش نتخلوا على الاضراب، ورفضت بحكم انا راهو نحكي لك تو عام 82 ولا 83 ولا 82 صبرا وشتيلة، معنا في عهد بورقيبه مش تو معنا، ورفضنا وخرجنا ببلايزنا وعملنا المسيره نتاعتنا، وحتى حاولوا باش يرهبونا رفضنا معنا. في الاطار هذا يا سي طاهر ذكرت ربما المضايق هذه، تعرضتش لمضايقات اخرى عقوبات اخرى؟ تعرضت لعقوبات اخرى من نوع مثلا اني في فتره ما كنت بروبوزي باش نمشي في بعثه لفرنسا، باش نمشي مع فورماسيون في فرنسا، منعوا علي الباسبور نتاعي. وحتى كي اتصلت بواحد ولد بلاد الله يرحمه تو امني يا ولدي انا قدمت باسبور، قال لي لا انت ما عندكش سلام ما يعطينيش، قلت له قالت الارقاب، قال لي لا انت تقعد مع اللي جي. شنو تهمتي اللي قاعد مع اللي جي؟ وقتها كنا في القهوه هذه البحثه من منطقه الشرطه، نقعد مع الله يرحمه صديقي وزميلي ولد كلاسي الازهر النعمان اللي كان من قاده حركه النهضه، نقعد مع محمد ديفالة الدكتور محمد ديفالة الان، نقعد مع بعضنا في القهوه عادي جدا،
قال لك لا ما يلزمكش، يلزم يحددوا لك حتى علاقاتك مع الناس وحرموني من الباسبور مرتين متتاليتين، نخرج باش نولي عندي بروبوزي باش نخرج لفرنسا وما نخرجش. به الى جانب نشاط النقابي سي طاهر، كان عندك نشاط اخر في المجتمع المدني، في الرياضه، نعم، في جمعيه تعنى باللغه الفرنسيه، في جمعيه اخرى نتاع مادة 19 حقنا في هذه المعلومه، نشاط متنوع. نعم على الأقل بالنسبة للنشاط الرياضي كنت من باعثي الاتحاد الرياضي الجمني في 78-79 لما عاد أذكر التاريخ، وكنت كاتب عام مساعد على الأقل في الهيئة التأسيسية الأولى، ثم من بعد شديت حتى رئاسة الفريق، ما أنا قعدت سنوات أني رئيس متاع الجمعية متاع الكرة، نشطت في الاتبيف هذه جمعية بيداغوجية اللغة الفرنسية، نشطت في المادة 19 قلت لك كنت الكونسلتون تاع المادة 19 حقنا في هذه المعلومة في القطاع الصحي للمرأة الريفية، في المجتمع المدني زاد ترأست قائمة في الانتخابات التشريعية اللي هي التقدمية المستقلة، وكنا كلاسي سيزي تقريب السادسين من 26 ولا 27 قائمة. المادة 19 اللي قلت لك نشطت فيها معنا ككونسلتون، هذه تقريبا أهم المحطات. على ذكر الفرنسية، إلى ماذا يعزى حسب رأيك وأنت أستاذ فرنسية ضعف التلاميذ الآن في مادة الفرنسية؟ عدم المطالعة. هو الإنسان ما يلزمش يكتفي باللي يقوله للأستاذ في القسم، إحنا مالوريزمون أولادنا، يعني بنتي خرجت فرنسية، بنتي خرجت فرنسية، لم أرها يوما ماسكة بكتاب وطلع، رغم اللي عندي مكتبة معناها نعتبرها مكتبة باهية على الأقل، ما نقولش باهية متوسطة يا سيدي، فيها العديد من المؤلفات والعديد من الكتب عربي وفرنسي وغيرها، معناها وهي تقرا في الفرنسي، ما عمري كريتها شادة كتاب فرنسي طالع. مشكلتنا هذه عندك فكرة نتائج الفرنسية في البكالوريوس؟ ضحلة جدا، ضحلة جدا، ضحلة جدا، حتى وقت اللي كنا نصلحه كنت عندنا فكرة كبيرة على الحلول. الحلول عديدة ومتعددة، أولا الـ 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 الأسرة في 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 نفزاوة بشكل عام اليوم آخر اهتماماتنا التعليم. احنا اليوم هنا نشوف في بعضنا ناس كل ماذا بها تعمل ملك، تعمل عوانة، تغرس النخل، والانفستيسمون الاستثمار في العقل البشري وفي التدريس في الدراسة ما نش عطينا أهمية. للأسف هذا يلزمنا بساعة من الأسرة من الأب، هذا مشكلة معناها يلزمنا نعالجه. عندنا شعار رفع في فترة ما، تقرأ ولا ما تقرأش المستقبل ما ثماش. لا يا سيدي المستقبل ثم، وحتى ما ثماش مستقبل مهنيا يا أخويا، تنور عقلك على الأقل، أقرأ وطالع وكسترى. سيطهر نجوة أول الرابطة، الرابطة توصية فعق حسين فرعك بلي احنا الآن في مقر الرابطة، شنية نوعية قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في جهتك بلي؟ باش نفاجئك باش نقول لك، شوف الدفتر هذايا الكل كل صفحه فيها قضيه، ترى فيها كل صفحه انا مكتوبه كلها قضايا، كل واحد يجي يسكننا من حاجه بالمئات. وعندنا الملفات، نعم بالمئات، هذا الدفتر كمل حلينا هنا ملف اخر وبدنا نسجله فيه في القضايا اللي تجينا معناها من المواطنين هنا في قبلي. معناها شنو نوعيه اهم القضايا؟ طبعا القضايا ذات العلاقه بالحريات العامه، واحد نحيل لك باسبوري بحكم انه ملتحي وبحكم انه يعتبره سلفي وما الى ذلك، من ثم القضايا هذه. ثم قضايا مضايقات امنيه، اخرها مثلا اني اليوم بركة اتصلت بالعلق العظم النقابه الامنيه على مواطن في دوز نحو له البورتابل نتاعه، لقوه عامل كومونتير في باج فيسبوك، جو استنطقوه ساعه ونص ولا ساعتين وهزوله البورتابل كان آلة جريمه. معناه القضايا الحقوقيه مختلفه الانواع والاشكال، يعني نقول الحمد لله الرابطه عندها سمعه كبيره ياسر في الجهه. يا سيدي ثم وصلنا حتى قضايا ما عندهاش علاقه بالحريات العامه والفرديه وتجي، معناها مواطن يقصدك، مواطنه تقصدك يا سيدي، عندها مشاكل مع طليقها، مشاكل مع اهل زوجها المتوفي، مشاكل مش عارف ايش، معناها بدينا مضطرين باش تقولهاش لا راه مش من اختصاصي. قضايا العنف ضد المراه، العنف ضد المراه تجينا مثلا اخر ما مشينا تقريبا ممكن يجي 3 أو 4 أيام التالي، مشينا للسيد وكيل الجمهوريه او مساعد وكيل الجمهورية وهزيت له زوز قضايا متعلقة بنساء، وبعثت له قدامها بنهار ولا بنهارين مرأة أخرى
رجلها يعنف فيها وهزلها رزقها وما إلى ذلك، ونتصلوا صدقا بالفرقة، ثم فرقة مختصة بالعنف المسلط على النساء زادا نتعامل معها، سي محمد قوادر هو رئيس محمد بن قادر هو رئيس الفرقة، نتصلوا بالسيد وكيل الجمهورية وما إلى ذلك. وساعات تفضلها تدخل تفضلها بالحسن. العديد من الحالات اللي وريتهم لكم بكري نصلوا فيهم إلى حلول، العديد من الحالات نصلوا فيها مع حلول. من هي الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان في جهتك بالله؟ بكل صراحة بعض الأمنيين المحسوبين للأسف، نقول بعض ما نعممش، علاش العديد من الأمنيين زادة شرفاء ويوقفوا معانا وكي نقصدوهم في قضية يحلوها، لكن بعض الأمنيين ما زالت عندهم عقلية متحجرة متاع تقبل، هم الأساس اللي يمكن. تمش قضايا وجدتوا فيها صعوبة لمعالجتها وجد حلول؟ مثلا ذكر قضية الحرقة اللي ماتونا فيها شباب، ماتونا شباب من سوق لحد ومندوز، مات واحد وقتها من سوق مندوز زاد. جبنا خبراء نفسيين من أطباء نفسانيين وزاروا حتى العائلات، إلى الآن القضية عالقة لدى المحاكم، هذيك ما تلقاش فيها حل. معناها ما دام مشات القضاء نبقوا كاننا عاجزين ومعاونهمش، نعتبر رغم اننا اعطيناهم محامين ووقفنا معاهم محامين مجاني ندافع عليهم حتى من قبل الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، ولكن للاسف ساعات تبقى عاجز معناها ما تحلهاش الاشكاليه. القضايا اللي حققتوا فيها نجاحات؟ هني قلت لك العديد من القضايا صدقا على فكره راهو انا كرابطي حتى نتعلقت بيا قضايا، معناها قضيه بالشكل هذايا، معناها مرني واحد ممثل على النقابة زياد الناصري وممثل على الإعلام فهمي البليداوي في راديو نبزاوة، تعلقت بينا قضايا على أساس أن كتبنا في الفيسبوك دفاعا عن حق أهلنا في الصحة ضد ثلاثة أطباء يتمرضوا، إلى الآن القضية متعلقة ما زالت معلقة إلى الآن. معنا رأوا ما ثماش اختيار حتى بين ضفرين المسؤول الحقوقي، رأوا قد يتعرض إلى حوجات من الشكل هذا. بكي يقول لي أشرت لي ما مدى استجابة السلطات العمومية المحلية والجهوية والمؤسسات القضايا التي تدخل فيها الربط تستجيب؟ بشكل عام نعم، استجابة من قبل سيد وكيل الجمهورية وسعد نمشي للمساعد. احنا اساسا اعطيك بالامثله القضاء، القضاء متجاوب، متجاوب متجاوب صدقا متجاوب، وما يرفضوناش طلب، معناه وين نطلبوا هيا نقابلوك على عندنا اشكاليات ندخلوا الولاية، متجاوبين متجاوبين، لكن احيانا تشعر بهم كانهم عجزاء. مثلا في قضيه بنك التضامن عندنا عريضه جايه من تقريبا من 13 ولا 14 شاب عندهم اشكاليات مع بنك التضامن، نكلم المعتمد الاول نكلم الوالي ويناديه ويرفض باش يحل لك الاشكاليات. بنك التضامن بين ظفرين متنطع، هو يمكن ما يحبش يخدم في الجهه ويحب كنت ينقل، لكن مش قاعد يعاون في الشباب. مركز الامن تجاوب؟ متجاوبين. يعني قلت لك وقت الولي ثم قضيه عندها منح معناها حقوقي، واحد يتعرض للتعنيف وما الى ذلك، ونمشوا للامن يوقفوه عند حد، واذا كان هذا الامر باش يحلوا حتى القضاء يتحال على القضاء على مستوى محلي البلديه والمعتمدين. كيف صدقا ما عندناش اشكاليات، ما عندناش، لا ما عندناش. كيف زاد نمشوا لعلاقه الرابطه بين نواب الجهه في مجلس النواب؟ في مجلس النواب احنا عندنا خمسة نواب. نرجع لك ساعة يمكن للمجلس اللي فات المقر هذايا ما فكيناه الا بشق الانفس، معناها ما تحصلنا عليه من السلطة الا بشق الانفس، باعتبار ان احد النواب في فترة ما المجلس اللي تعدى رفض تمتيع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمقر. علاش هو وقتها عنده اشكاليه في شركه معينه وعنده سيارات يخدم في الصحراء وما الى ذلك. قلنا احنا تقريبا اليوم انتخبونا اول جلسه جلسناها مع المعتمد حول شركه سهره سيرفيس، تقريبا سهره سيرفيس واحد مندوز منكم من غادي، وثم واحد جايب لا فائده في الذكر الاسماء ولو انه نايب هو من الفتره هذيك، وقفنا ضده وادنا ممارسته وهو اللي اعترض على المقر، ولكن رغم هذا حصلنا على المقر اللي هتشوف فيه معنا اليوم والحمد لله بتجهيزاتنا بكل شيء لنا معنا. النواب الجهه اليوم متفاعلين جدا معنا. ناهيك انا تقريبا منذ 3 ايام التاليه ولا حاجه زي كذا جلسنا في اطار شركه البستنه وفي اطار تفعيل اتفاقيه 26 اوت، جلسنا الى ثلاثه نواب وكانوا زوز منهم زوز البقيه الثنائي غايب، ولكن هذا لين في انهم اتصلوا بهم هاتفيا وعبرونا على دعمهم لنشطه تنسيقيه شركه البستنه. به سطح نجو طوال الكبريات قضايا الجهه والاتفاقيات اللي عاشت لها اتفاقيات مع الحكومه موقف الرابطه منها، لماذا سؤال يطرح نفسه يطرحوه المواطنين والمساكنين بالحاح
لماذا لم تفعل ولم تجد الجهة أي بصيص أمل لإيجاد حلول جذرية لقضايا قضايا التنمية؟ صدقا أني شنقول حسب رأيي وقد يكون خاطئا رأيي، معنا العلة تكمن فينا إحنا نشطاء المجتمع المدني أو جمعيات المجتمع المدني والمنظمات هذه، العلة تكمن فينا إحنا. وقت الجي أمضينا اتفاقية 26 أوت 2017، أمضيناها الرابعة فجرة، شو اسمه، أنهينا التفاوض حول الرابعة فجرا، وليلتها للأمانة وأتحمل مسؤوليتي في نقوله لك، ليلتها كان مركز السيادة اللي هو الولاية شفناه عسكرة كبيرة، رؤساء المناطق والجيش وكسترا موجودين غادي ليلتها في الليل. كلمت فاخر العجمي اللي هو كان رئيس الاعتصام على الأقل، هو الناطق الرسمي باسم الاعتصام، وجابوه مشات لكهرباء وجباته تنسيقية، نعم، وجبناه ضيف في لقاءات، أي وجبناه من 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 دوز ولا من الصحراء وقتها في بولحبال، وقت مشات له سيارة أمنية وجباته باش يمضي على الاتفاق، ورفض يمضي على الاتفاق، وأقنعته أو أجبرته شخصيا بالإمضاء. علاش؟ علشان لو لم يمضي ليلتها وما وصلناش لاتفاق 26 اوت كان يتحنى انور السكرافي اخر في هنا في دوس ولا في قبل، معناها كان كما سقط انور السكرافي في التطاوين يسقط لنا فاخر العجمي ولا وليد الزفزاف ولا ماهر الفقيه ولا غيرهم من جماعه الاعتصام، تولي وقت هني لا يمكن ان نكون راضي على نفسي. بالنسبه لي حق الحياه هو الحق المقدس رقم واحد، معناها قدام حق الشغل وقدام حق غيره. في الطرف الحكومي في الاتفاق محمد الطرابلسي وامضى بصفته وزير الشؤون الاجتماعيه، عندنا الامضاء نتاعها من الامضاءات موجوده هنا، وزير الشؤون الاجتماعيه محمد الطرابلسي، امضى معاه محبوبه ديفل العضو في البرلمان الى الان، وبسي ابراهيم بن سعيد كشاهد، وامضت معاه تقريبا يجي 17 ولا 18 منظمه واحزاب وما الى ذلك، معنا موجودين الكل. كيف نقول لك العله نحملوها احنا؟ هل 20 الطرف هذوما اللي امضوا اول اجتماع بعدها، رغم راه الاتفاق كان مشروط، كان مشروط في واحد من بنوده هذا قبل لي في 25 اوت قدام الاتفاق بنهار، يقول لك ارفاق الاتفاق باجراء تاسيس لجان متابعه جهويه، لجان متابعه جهويه، لجان نسطر كلمه لجان. كيف جينا احنا في الاجتماع ما بعد الاتفاق، يخرج من واحد من المنظمين هذوما في الاتفاق يقول نكتفوا بلجنه واحده، لجنه واحده هل يمكن لها ان تفعل 214 بند راهو فيه الاتفاق هذا نتاع محضر جلسه 26 اوت، 214 نقطه، 214 نقطه ندرى لجنه واحده باش تحققها، وهذاك علاش العله تكمن فينا نحن. لكان احنا سكرنا لجنه للتربيه، لجنه للتشغيل، لجنه للفلاحه، لجنه للصحه اكسترا، رانا نجحنا. وعلى فكره في الرابطه سكرنا مجموعه من اللجان، لجنه فلاحه اساسا لجنه الصحه، لجنة الفلاح عندما وخذينا موعد مع الوزير باش نمشوا له، ولكن جي الوزير هنا وجلسنا له وعطينا ما طلبنا وكسترا حققنا بعض المكاسب. لجنة الصحة انتقلت إلى العاصمة وجلست إلى الوزير وما روحوا إلا بأمبيلونس وقتها وروحوا بماتريال معين كسترا، معناها حاولنا. لأن هذا يذكرني بأننا رانا كرابطة قدمنا ملف لهيئة الحقيقة والكرامة، ملف قبل يجي ضحية وقبل الملف، وكما قلت لك والعلة تكمن فينا احنا كنشطة مجتمع مدني، ما تبعناش من بعد، راه العديد من الجهات قدمت ومش الجهات الكل قبلت الملفات نتاعها، قبل اللي تقبل الملف نتاعنا على اساس ان بينا بار بروف اننا رانا قبل اللي جهه مهمشه ويتعمدون تهميشها، وقدمنا الاشكاليات وقدمنا الحلول. اليوم ماذا تحقق من الاتفاق اتفاقيه 26 اوت؟ دعني اقول لم يتحقق شيء، بالنسبه لي يعني لم يتحقق شيء على مستوى التشغيل. هانا ننتظر على مستوى التشغيل، مثلا شركة البستنة يلزمها تشغل 2001 2000، انطلاقا من 2017 تقدم 600 واحد، 18 600 اخرين، 19 تقدم 500 و20 تقدم 300، معنا باش نتموا ل 2000 من 17 ل 2000 يكملوا 2000 شغال ل 2020. احنا اليوم شكون يخدموا في 10 من الناس، 10 من الناس كي نقول لك اجورهم مش خالصين، كي نقول لك التغطية الاجتماعية نتاعهم ماهيش خالصة صدقني، معناها 10 من الناس ومساء وهذاك هو وما يخدمش حتى في الشركه. 5 مليار دوات، 5 مليار دوات شكون باش يصبهم؟ هذه هي الاشكاليه. هو نورمالمون ليتا مؤسسه البترول هي اللي باش تصبهم، حنا صبوا لهم تقريبا 400 ولا 500 مليون، صب معناها دفعه اولى، مشوا شروا بها التجهيزات وكروا بها المحل وكروا وبالك شروا بها سياره وحبست غادي، ما عندهمش باش يخلصوا حتى ال 10 موظفين نتاعهم. هم قبل شركه بستنا كان برنامج تشغيل اخر، تشغيل دفعات من غير شركة البستنة، من غير شركة البستنة. يعني كيف نحصي في الاتفاق هذايا، كيف نقول لك ثم تقريبا 3000
و500 شغال بطال اللي يلزمهم يخدموا من البند التشغيل برك راه فيه. كيف تجي تلقى معناها مثلا بند التشغيل اللي هو البند الثاني، شوف مطالب قطعيه حاضيه بالموافقه اكسترا، النقطه الاولى مجال الطاقه والمناجم، النقطه الثانيه مجال التشغيل، تلقى توفير 600 موطن شغل ضمن 16 مشروع في اطار التعاون التونسي الالماني، تلقى تمويل 153 مشروع صغير بولايه قبلي لخلق مواطن شغل راه فوريا، تلقى مش عارف 11 بيوت محميه اكسترا، هذوما كيف تجمعهم لبعضهم تلقى لازمنا نخدموا 3500، ما 3500 شكون يخدموا؟ يخدموا 10 من الناس. اخر حل شنو الجديد المستجد؟ المستجد